أزمات كتيرة وصدمات أكتر بيمر بيها المطرب الشعبي رضا البحراوي خلال الفترة الأخيرة، ما بين صدمات في أعمال فنية وما بين غيرها مع زمايله على المستوى الشخصي، وملحقش ياخد نفسه من أزمة مسلسل محارب اللي اتعرض في رمضان اللي فات، دخل في صدام جديد مع المطرب الشعبي عدوية نجل الراحل شعبان عبد الرحيم. يا ترى إيه كواليس وتفاصيل الخلاف اللي بينهم؟ تعال أقولك. الحكاية بتتلخص في أغنية صغير أنا الخاصة بعدوية، بس رضا شكله بيحبها زيادة عن اللزوم وبيحب يغنيها في الحفلات اللي بيحييها، وده خلى عدوية يخرج عن شعوره ويهاجمه. وظهر عدوية في مقطع فيديو على الفيسبوك وقال فيه: يا رضا انا قلتلك ما تغنيش الاغنية بتاعتي تاني، انت كده بتخسرني، انا مش عايز اغلط لحد دلوقتي وازعلك مني، قلتلك هتغني الاغنية دي في الشغل يبقى تيجي تغنيها معايا في الاستوديو، لكن انت رفضت. وكمل كلامه وقال: يبقى تبعد عني عشان انا وحش، انت مش هتنفع معايا، الاغنية من الحاني وكلمات اسلام خليل وتوزيع اشرف البرنس، ما تغنيش تاني الاغنية وابعد عشان هتزعل مني. ومن ناحية تانية كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي تفاصيل ازمته في مسلسل محارب، كشف كمان عن سبب رفضه عمل اغاني على طريقة دويتو، وفي تصريحات تلفزيونية قال: ساعة مسلسل محارب حصل وش كتير ان اتشال من المسلسل، وربنا ما بيتحاربش، نحب بعضنا بس ما فيش حاجة دايما لحد، واهم حاجة حب الناس، انا ماليش اعداء الا بنكاري، لكن في الشارع الناس بتحبني وانا بحبهم، انا مش شاغل بالي بابنكاري. السؤال هنا: تفتكروا الصدام بالرضا البحراوي وعدوية شعبان عبد الرحيم هيكون اخر حلقة في مسلسل صداماته، ولا لسه في حلقات تانية هتتعرض؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.